هاجم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس النظام الإيراني وتهديداته مشتركا مع الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية في انتقاد الرئيس الإيراني حسن روحاني والتلويح بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تلك التهديدات. قال بينس في مؤتمر انتخابي بولاية بنسلفانيا أن الإدارة الأمريكية لن تتسامح بعد الآن مع إيران ولن تتسامح مع العنف الذي تمارسه والإرهاب الذي تنشره في جميع أنحاء العالم. وبتهديداتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، كانت وسائل الإعلام العالمية قد تابعت الحرب الكلامية بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث حذر روحاني مما سماها أم المعارك، فيما لو استمرت الولايات المتحدة في خططها لفرض العقوبات ومنع إيران من تصدير النفط، ما استدعى الرئيس الأمريكي لإطلاق تحذير شديد اللهجة للرئيس الإيراني.